احنا بنعمل شريط كوكتيل فيه 8 اغاني. اول اغنيه فيه كانت اخبارك ايه اللي انت غنيتيها دلوقتي. تمام. وبعد كده هنختار سبع اغاني على حسب التصنيفات اللي موجوده في البرنامج. وكل التصنيف هتقولي لي بقى انت هنتكلم عنه وتقولي لي انت بتحبي ايه منه ويعني ونغني منه حاجات لو فاكره وكده، وتختاري اغنيه منه عشان تحطيها في الكوكتيل بتاعك. تمام حلو. التصنيف اللي جاي تسعيناتي. ياه تسعيناتي. حلو كده. اول اغنيه غنيتيها كانت سنه كام؟ لا انا غنيت اول مره في حياتي قدام ناس سنه 99. 99 في برنامج. اغنيه ايه؟ قلبي دليلي. يا سلام. طب هنيجي عندها دي لما يجي التصنيف بتاعها. ماشي. بس غنيت قلبي دليلي وليه خلتني احلى؟ لا انا عايز اعرف انت غنيتي اغنيتك انت كانت ايه اول اغنيه غنيتيها ليها لنفسك؟ اول اغنيه طلعتي بيها. انت طلعتي بيها انا ليه للناس. انا كانت اخبارك ايه وقولي علي شوي والحاجات دي. طيب تسعيناتي كنت بتسمعي مين؟ يعني انت ما كنتيش لسه غنيتي بس كنت بتسمعي. كان في ناس كتير قوي بتغني في مصر وفي لبنان وفي كل حته. لا كتير اغاني. ايهاب توفيق طبعا، سميره سعيد. يا عايزه اقول لك ان انا في المدرسه بس كنت صغيره قوي يعني كنت بحب لها اغنيه الجاني بعد يومين.